ما أن أعلنت قوى الإطار التنسيقي ترحيبها بمبادرة النواب المستقلين لتسمية رئيس وزراء مستقل، حتى فتح زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر نيران غضبه باتجاه قوى الإطار التي اتهمها بعرقلة تشكيل الحكومة وتعطيل المصالح العامة، وسماها بالثلث المعطل. أيها الثلث المعطل، إن وجدتم عذرا بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة، فأي عذر ترتجونه أمام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته؟ قرار الصدر بالذهاب نحو خيار المعارضة نسف بحسب متابعين جميع المبادرات المقدمة للخروج من حالة الانسداد السياسي، وقرب خيار حل البرلمان أكثر فأكثر للذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة. هنالك خيارات أصبحت قليلة، وبالتالي ليس لدى التحالف الثلاثي ولا الإطار القدرة أن يشكلوا حكومات بشكل منفرد. كل المحاولات التي أو المبادرات التي أطلقت سواء كانت من التيار أو الإطار، ما دام يوجد هنالك يعني أعداد كبيرة من النواب، قطعا لا تستطيع هذه الكتل أن تكون يعني تستطيع أن تشكل حكومة بشكل مستقل، وبالتالي ضرورة أن يكون هنالك الخيار الأفضل والأخير هو أن يكون هنالك توافق بين الكتلتين الأساسيتين أو حل البرلمان. وبعيدا عن المبادرات والاحتمالات، فإن الأزمة السياسية مستمرة لثلاثين يوما أخرى ما لم تنشأ تحالفات جديدة تكون قادرة على تشكيل حكومة مقبولة لدى الجميع. اتهام زعيم الكتلة الصدرية لقوى الإطار التنسيقي بعرقلة تشكيل الحكومة يعقد المشهد السياسي أكثر، ويدفع البلاد نحو سيناريوهات عديدة من بينها إعادة الانتخابات. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.